أكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن الوزارة قد نجحت في ضمان استمرار خدماتها التعليمية بالرغم من تعليق الدراسة من خلال التركيز على التعلم الإلكتروني الذي يستند إلى قاعدة صلبة تم إرساؤها عبر مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، والذي وضع الركائز الأساسية بجميع المدارس الحكومية وأسهم بالإمكانات الرقمية التي أتاحها في تعزيز التواصل التربوي والتعليمي بين المعلمين والطلبة وأولياء الأمور. خلال جولة ميدانية قام بها اليوم وزير التربية والتعليم للإطلاع على جهود المدارس في تفعيل التعلم الإلكتروني، أكد أن الوزارة قد تمكنت من التغلب على الظروف الاستثنائية الراهنة من خلال توفير ثلاث وسائل رئيسية للتعليم عن بعد، وهي المحتوى التعليمي الرقمي الموجود على البوابة التعليمية والذي تم تعزيزه مؤخرا بالمزيد من الدروس والأنشطة والإثراءات الرقمية التي اشترك في تنفيذها 45 فريقا من المختصين بالوزارة، إضافة إلى المعلمين الذين أنتجوا أكثر من 31 ألف نشاط وإثراء حتى الآن، هذا إلى جانب إطلاق الحصص التعليمية عبر تلفزيون البحرين وتخصيص 14 قناة يوتيوب تعليمية لجميع الصفوف الدراسية والتعليم الفني والمهني والتربية الخاصة. لقد تمكنت ولله الحمد وزارة التربية والتعليم من تستمر المسيرة التعليمية بالصورة المطلوبة والمخطط لها، وهذا يبين ما وصلت إليه وزارة التربية والتعليم من إمكانيات بفضل الدعم والمساندة التي تعيشها هذه المسيرة المباركة في ظل العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. فهناك إمكانيات كبيرة وضعت لخدمة أبنائنا الطلبة والطالبات في كل مرحلة تعليمية، وكان هدفنا الأساسي منذ البداية أن نستثمر ما يتيح مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل من إمكانيات كبيرة جدا على الصعيد المحتوى الرقمي، على مستوى البوابة التعليمية، على مستوى أيضا القدرات التي تم بنائها خلال فترة هذا المشروع المتقدم الذي له ولله الحمد نتائج كبيرة على مخرجات التعليم. اليوم أبنائنا الطلبة لديهم أكثر من وسيلة للتواصل مع دروسهم، سواء من الجانب الورقي اللي كان موجود عندهم أو من خلال الإمكانيات العديدة والمتنوعة التي تقدمها البوابة التعليمية، إضافة لذلك قناة تعليمية خاصة يتولى الأخوة المعلمين والمعلمات تحضير وإعداد وتقديم هذه الدروس بصورة تساعد أبنائنا الطلبة على التواصل مع كل ما هو موجود في الكتاب المدرسي أو المقرر المطلوب منهم اجتيازه. حرصنا أيضا أن تصل هذه الخدمة لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن الكل يدرك أهمية هذه الشريحة واهتمام وزارة التربية بها، فهناك معلمين ومعلمات يتواصلون مع عدد من أبناء ضمن هذه الفئة لكي تستمر المهارات موجودة لديهم. وقد اطلع الوزير خلال الجولة على العديد من التجارب المدرسية المتميزة، ومنها تجربة إنشاء استديو مدرسي يراعي معايير إنتاج المحتوى الرقمي ويتم خلاله إنتاج العديد من الدروس والإثراءات المتصلة بمواد التعليم الفني والمهني بالتنسيق مع قطاع المناهج والإشراف التربوي بالوزارة، إضافة إلى أكاديمية للتدريب عن بعد يتم من خلالها التواصل مع المعلمين عبر عقد اجتماعات افتراضية لمناقشتهم في إعداد وتحضير دروسهم الرقمية وإتاحة التدريب النوعي لهم لتطوير أدائهم في تفعيل التطبيقات الذكية المعززة لعملهم خلال هذه الفترة وتدريبهم على البرامج المتصلة باستخدام وإنتاج المحتوى الرقمي، حيث حضر الوزير إحدى الدورات التدريبية المنفذة من خلال هذه الأكاديمية. ضمن جهود وزارة التربية والتعليم بتوفير مصادر المعرفة للطلبة، قامت إدارة التعليم الثانوي بتنفيذ 20 مركز للمواد الأساسية والمواد التخصصية. تقوم هذه المراكز بإنتاج الدروس ومراجعة الدروس التعليمية من أجل تقديمها إلى الطلبة. طبعا احنا عندنا إحصائية مستمرة كل يوم نغذيها بكل المستجدات، كل الدروس اللي نستلمها نوثقها هنا عشان نشوف المدارس، نتابع المدارس.
وأثنى الوزير على جهود جميع المساهمين في توفير الخدمة التعليمية للأبناء الطلبة في ظل هذه الظروف، سواء من قطاعات الوزارة أو من المدارس، ممن يمتد عملهم لساعات طويلة تتجاوز أوقات الدوام الرسمي، مؤكدا أن الوزارة مستمرة في تقديم كل ما من شأنه استدامة العملية التعليمية بجميع مراحلها الدراسية، وأن ما وفرته من خيارات تعليمية متنوعة جاء بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من الطلبة، مبينا أن الجهود في هذا المجال قد شملت طلبة التربية الخاصة بمن فيهم ذوو اضطراب التوحد والإعاقة الذهنية البسيطة ومتلازمة داون والإعاقة البصرية والصم، في إطار الاهتمام بتوفير التعليم للجميع.